بقى احنا كنا بنتكلم على انه بريطانيا هي العقل المدبر لكل الاحداث العالميه تقريبا، وانا من انصار نفس المدرسه، وانا اتذكر من حوالي 7 سنين كنا بنتكلم انا والصديق العزيز الاستاذ احمد المسلماني انه برضه من ابناء نفس المدرسه، بريطانيا هي المحرك لكل الاحداث العالميه، صح؟ ببساطة بريطانيا هي من صنعت أمريكا وهي من صنعت إسرائيل، فأطلق لخيالك العنان. يعني أمريكا تصنع، يعني طريقة صناعة الدولة الأمريكية والقضاء على السكان الأصليين دي كانت بريطانية. وعد بلفور وتنفيذه كان وقتها الفلسطينيين تحت الاحتلال البريطاني. أتذكر أن الوثيقة اللي تمت ما بين اللورد ريتشارد وكان رئيس وزراء بريطانيا وقتها، قال له الحل الوحيد أن مصر ما تستعيدش قوتها أن احنا نفصل بينها وبين الشام بجنس أو دولة لأعراق مختلفة، وده بتتلقى هنا مصلحة اليهود أو مصلحة الحركة الصهيونية مع مصلحة بريطانيا. يعني يقطع الخط التواصل. دايما كانت قوة مصر لما بتتحد مع دول الشام فيقسم شرق العرب عن غرب العرب، فما تعرفش انت توصل البلد الوسطى اللي في النص هي مصر، هي الرابط ما بين أفريقيا وأسيا عربيا. فيقسم أقول لك كمان حاجة، يعني كانت من الأوراق الاستخباراتية الأمريكية اللي تم الإفراج عنها في 2019، أنا متذكراها جيدا، إن أمريكا قالت في الأوراق الاستخباراتية دي إن هي انتوت ضرب إيران مرتين، غزو إيران على طريقة العراق، مرة في حرب الخليج الأولى، وكان الرادع لها أن بريطانيا رفضت المشاركة في هذه الحرب، والمرة الثانية بعد غزو العراق، وأيضا الرادع لها كان عدم رغبة بريطانيا في مشاركة الحرب. فلك أن تتخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية الذي يسوقون دائما بأنها القوة العظمى وصاحبة القرار تتراجع عن الحرب لأن بريطانيا مش هتشارك. من 2019 بريطانيا بدأت تاخد، يعني تتخذ عدة خطوات، منها تصنيف حزب الله وجماعته أو جمعياته المدنية اللي هي في أوروبا كمنظمات إرهابية، وبعدها بدأت تصنف حماس جماعة إرهابية، رغم أن حماس وقتها كانت جزء من جماعات الإخوان المسلمين اللي هي يعني مدعومة بشكل كبير من بريطانيا. فبدأ التغيير يحصل حول العالم من وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما تلاه بقى من خطوات، يعني حتى وصلنا طبعا لنقطة محورية وهي حرب أوكرانيا والارتداد مرة أخرى شرقا لمنطقة الشرق الأوسط.